خوت سمحوا لي صبرت عليكم، كانت الخدمة شوية مزيرة لنا هنا شوية، ومن البارح واخوكم فايق راه من 11 تقريبا النهار، وانا فايق حتى دابا حاليا 5:06 ديال الصباح، يعني عييت وكانت الخدمة شوية مزيرة. وسمحوا لي سمحوا لي تالا بديت ندخل ونخرج في الهضرة، راه صافي الباتري فيه. كنت بغيت ندير هاد الفيديو تان من بعد، ولكن اللي وعدتكم خصني ضروري ندير واحد الناس عموما باش ندير لك شي خفيف ظريف وما نطولش عليكم. هاد السكرين شوت اللي بارطاجيت معكم هي عبارة عن اد سيتس كاملين، اد سيتس بوست كومبين وحده. هاد الاد سيتس السر، المهم السر ديال هاد، المهم ديال الطريقه كامله هو ان، وديجا راه شرحته في اللايف اللي درنا على تي سبرينغ، هو ان في كل اد سيت، مثلا اد سيت الاولى هادي، في كل اد سيت كنستهدف انتريست وحده، واحد الانتريست، ما كنديرش جوج، ما كنديرش ثلاثه، ما كنديرش اربعه. علاش ما كنديرش اكثر من واحد؟ كندير غير واحد، باش مني كندير داك البادجيت كنكون كن انتيستي ديك الانتيرست. مثلا الا درت جوج ولا ثلاثه، الا درت مثلا ثلاثه ولا اربعه ودرت $5، خاطرش نبدا انا ب $5 في الاول، مثلا كاد الكومبي اللي هنا اتسيت اللي هنا كنبدا ب $5 في الاول. الا درت اربعه ديال الانتيرست وبديت انايا بديت ب $5، فيسبوك غادي يجي يبدا يشد داك الاد ديالك ويبقى يبينو للناس. شكون الناس اللي يبينو؟ ما عرفناش فين هما بالضبط، واش يبين الانتريست الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، ولا يبين غير شويه شويه من الحاجه من الوحده. يعني ما يكونش عندك واحد الريتش كبير، واصلا ما عندكش واحد الريتش كبير بديك $5 وخا تخليها 3 ايام وما عرفتيش بين من غادي يبدا، واش الانتريست الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. ممكن مثلا من ندير انايا $5 ونخليها واحد اليومين ونشوف، ما كاينش لا لينك كليكس لا اتو كارت لا حتى شي حاجه، ما كاينش الحياه في هذا الاد سيت، تبان ليا فاشله. ولكن كاين احتمال ان فيسبوك بينا غير الناس مثلا اللي كاين في الانتريست الاولى، غير الانتريست وحده، والثانيه والثالثه والرابعه ما شافوش. يعني ممكن اجي انت تقدر ديك الاد سيت، راه ممكن دوك الجوج اللي ما شافوش ولا دوك الثلاثه الاخرين اللي ما شافوش غيكونوا هما الوينينغ اد سيت، الانتريست اللي ممكن تستهدف. لهذا كندير انا كل اد سيت كندير فيها انتريست وحده، باش كنستهدف كل انتريست على حده، والحمد لله كتجيب النتيجه. لان ملي كتكون كتستهدف مثلا باج كبيره ولا انتريست معروفه ولا انت المهم انتريست تقلب انت، ملي كتكون كتستهدفها هي بوحديتها وكتبقى تيستيها وكتعطي، كتكون عارفهم بعدا، كتمشي كتجيب لهم شي بروداكت اللي يكون مزيان، ولا شي ديزاين في سبين يكون مزيان، ولا شي ابليكاسيون اللي تستهدفهم مزيان. يعني لابد ما غادي يبان لك واش راه خدامه ما خداماش، واش يعني غادي يبان لك داكشي مزيان، وغادي يكون داك الشيء قيم، وغاديش ما بقاش ديما ضايق. المهم هادي هي ليدي، يعني هنا في كل هادشي هادو الانترست كامل اللي كتشوفو هنا، يعني كل وحدة وسطها راني ندير وسطها انترست وحدة، والحمد لله كتجي مزيان. مثلا ها الأولى هي سباندية $15 في نهار واحد، جاب لينا $233، ستة ديال البيرشيز، 40 ديال اللينك كليكس، يعني 40 اللي كليكا ولا اللينك، 13 اللي داروا اتو كارت، و 6 اللي شراو منهم. يعني هادي غير انتريست وحده وسط اد سيت واحد، وتقامت علينا كل ما بيع من هاد 6 ب 2.50 كوست بير بيرشيز، 2.50 دولار البيرشيز كونفرجن فاليو توتال ديال هاد 6 المبيعات هو 233.97. يعني الحمد لله خدامه، يعني اللي كنت تيستي كل وحده بحديثة وليس كنعرف شنو خدمت ولا مخدمتش. المهم بما ان كاين بزاف اغلبيه مبتدئين يلاه باديين، كاين اللي يلاه مازال ما قاس والو، كاين اللي مازال ما بنالاش طول لا والو، كاين اللي مازال ما دارش حتى الاد الاول، غنحاول نبدا معكم الاول. نديرو مثلا انا خديت مثلا النيتش ديال الفيشينغ، يعني الناس اللي كيصيدوا، نقولوا مثلا حنا عندنا واحد البروداكت في الفيشينغ، برودكت ولا ديزاين في تي سبرينغ، ولا ما المهم، ولا شي ابليكاسيون للناس الفيشينغ، ولا اي حاجه اي حاجه. المهم حنا نقولو مثلا برودكت
الشوبيفاي دابا حطينا في ستور ديالنا في شوبيفاي، وغادي نستهدفو الناس ديال الفيشين. كنجيو كنقولو بسم الله مع الاودينس انسايت. اودينس انسايت كنجبدوها، المهم هي كتجبد من هنا كتكينا الفوق، هي كتكون عندك هنا تحت بلون اودينس انسايت. الا ما كانش عندك راه تكون دير الفيسبوك ديالك باللغة من غير الانجليزية، حيت كنظن كتبان غير الا كان عندك بلونجلي، اذا كان عندك الكون ديالك بلونجلي غادي تبان لك، تبدل اللغه الانجلي وغادي تبان لك الاودينس انسايت. الاودينس انسايت هي الاداه ديال فيسبوك كتعطيك الداتا بيز ديال فيسبوك شنو عنده. المهم نبداو نقول، قلنا حنا مثلا عندنا برودكت في الفيشينغ، نجي نكتبو نكتبو في شينغ فيشين. هي كتكون في الاول ديموغرافيكس، هنا كتعطيك ديموغرافيكس كتعطيك شكون اللي مهتم بهاد النيتش اللي كتبتي هنا. كتقول لك مثلا 33% نساء، 47% المهم ديموغرافيكس هنا، لايف ستايل ديالهم. المهم اللي كيهمنا هنا هو بيج لايكس. كندخل بيج لايكس كيعطينا لي باج اللي مهتم بيه اللي كيهتموا بيهم الناس اللي دخلتي الانترست ديالهم هنا، يعني كيعطيك الباج اللي ريتد لها الانتريس هادي. هنا كيعطيك بالكاتيجوري، كيجي كل كاتيجوري كيدير قدامها مثلا باج جوج جوج باج جوج تلاتة. المهم كيعطيك لي كاتيجوري هنا مثلا ويب سايت، شحال من ويب سايت، هادو ديال ويب سايت على الفيشين. مثلا الا فتحنا هادي هي تعطينا باج تكون عبارة عن شي ويب سايت، هما ديالهم هنا باج ديال شي ويب سايت ديال الفيشينغ. هو ما عطاتناش فيشينغ. المهم عموما كيتوك الكاتيجوريز هنايا، احنا اللي كيهمنا انا نهبطو لتحت شوية. عطينا البيج لاي بيج لايكس، هنا لي باج، هنا الباج مستفهم وحدة بوحدة. غنبقاو من هنا كنقلبو، مثلا كنجي في الاول كندير الكيورد ديالي فيشين، كنجي نختار باش نختار انترست فيشين برود، كنجي كنختار كنختار الافينيتي، كنستف بالافينيتي يعني اللي عند افينيتي كتر هي طلع الفوق، وكنبقى ندخل لهاد لي باج هادو كنشوف، لان تلقى فيهم ديال الفيشينغ وتلقى شنو كتر ماشي ديال الفيشينغ، لان هاد الانترست في الاول البرو اللي دخلنا في الاول اللي هي كبيرة تكون كبيرة بزاف، فيها راه فيها 30 مليون حتى 35 مليون هنا في دي يونايتد ستيتس، من 30 حتى 35 مليون، يعني غادي يبقى يدخلوا فيها بزاف الحوايج اللي كي تكون الانسان مهتم بالفيشينغ ومهتم بشي حاجه اخرى غلط عليك ثاني. هنا مثلا اي لوف تراكس درايفينغ ابل كريك، يعني حنا بقا نقلبوا لشي حاجه عندها علاقه بالفيشينغ باش نبداو نقلبوا بارابور عليها. هي نشوفوا الاولى هي بيركلي فيشينغ، ندخلوا لها نشوفوها، نتاكدوا بلي راه الباج مازال اكتيف، لي بوست مازال جداد، مثلا هذه سبتمبر 20 لي بوست عندها مازال جداد. نشوف بلي راه فريمون الباج ديال الفيشينغ، لان تقدر تلقى مكتوب فيها فيشينغ الكي وورد ديال النيتش ديالك، ولكن راه ملي تدخل تقدر تلقى شي باج لا علاقه بالفيشينغ، لكن لانه كيدخلوا بان المرات دي باج فيك ولا شي حاجه، مو بس كتدخل وكتعرف بلي اللي راه قدامها ومازال لي بوست زاد. تقدر تلقى مثلا الباج كان ممكن تلقاو هاد الباج مثلا اخر بوست عندها كان في 2013 ومازال مستهدفه، هاديك ما عندك ما دير بها. كتشوف ملي كتلقاها كتكوبي ولا كتكتب ليا ديريكت وكتشوف واش مستهدفة، لأن ممكن تلقى باجات هنا ملي تكوبيهم هنا ما تلقاهمش القابلين للاستهداف عند فيسبوك. فيسبوك ما نديرهمش هنا باش تستهدفهم، ما تكونش مازال ما تسجلوا عند فيسبوك باش تستهدفو. كنختارو لقينا هاديك الفيشين درنا كنختاروها وكنحيدو هاد البرود اللي درنا في الاول، لأن هي تساعدنا باش نجيبو الاخر. حيدو هاد الفيشين برود وكنخليو غير هادي، ملي كنخليو هادي ها الافينيتي طلع عندنا، كان قبيله غير 3 كنظن ولا 4، دابا 48. دابا غادي يبقى يعطيني بزاف لي باج كثر من الاول، يعني دي باج كثر من الاول اللي يكونوا انتوست بالفيشينغ، اللي يكون افينيتي ديالهم عاليين بارابو هاد الانتوست. هكا كنقلب، نجي كندخل مثلا اول وحده الاكس رود، ندخل هاي ديال الفيشينغ تاعي، باج مثلا اكتيف يلا بوست تحط اليوم، يعني هكا كنلقى دي باج. كنشد كنكوبي باست،
في باس نشوف واش مستهدفه. ما غير مستهدفه اللي قلت لكم، يعني كاين دي باج اخرين ما يمكنش تستهدفهم، كتب الناس ميتها والو ما طلعتش. ممكن نحيو كنشوفو اللي موراه وهكذا. باج مزجدة كيبيعو هدوك كندون، هدا يكون شي ستور يس شي شوب، كيبيعو هدوك الطعم الاصطناعي بلاستيك بس. يعني هذا لك انت كتبيع واحد شي برودكت، راه هذا راه غادي اذا كان هذا مستهدف راه غادي يكون مزيان، لانه ديجا الناس اللي جاو هنا مستهدفين باش يشريو من عندهم برودكتس عندهم علاقه بالفيشين، يعني غادي تكون غتكون نسبه كبيره انهم يشريو من عندك. انا سيدي غادي نكوبيو السميه ديالها ونرجع نشوفو واش مستهدف. للأسف غير مستهدف، كنمشيو نشوفو اللي موراها، نسدو علينا لاخرين، نشوفو اللي موراها، تا هي عندها علاقة بالفيشين، هكا و هكا نتا كتقلب، إنيغما فيشين، إنيغما فيشين. Not targeted. نشوفو next. Normal lures. باش انا ما جربش هاد الفيشين اصلا، ما عمرني خدمت عليهم. واخدهم تيست، يعني كنطلب كأي واحد جا اول مرة غادي يستهدف الفيشين. يعني داكشي بتحي اللي شنو هاي شي فيشين اللي نورمال لورز، كاين روتس ماشي لورز، يعني مستهدفة لورز نوت تارجتد. غنشوفو عاوتاني نيكست هيدن، تا هما فيها كيبيعو لي بروداكتس ديال الفيشن. غنشوفو واش مستهدفة، 33 كيلو، ما كنبانش من ديالها، تنتيو لا شونس. فوالا باز فيشين هيراند، هادا تكون نشوفو مني مكنلقاش، مني مكنلقاش يعني غنجي نشوفو هنا باز فيشين هيراند. غادي نرجعو ديك البرو لي هي فيشين لانترست كاملة، و نولي نشوفو لا طلعت لنا شي حاجة من تحت. لي زون هانتين أبو غارسيا، ومن نفتح هاد الباج بجنا، هادو هانتي الصيد ماشي الفيشي، هادا أبو غارسيا، هادا فيشي. غنمشيو نشوفو واش تارغيت، اوكي لقينا واحد. ممكن ملي تلقاوهم مثلا لقينا هذا تارغيت، باش ما نطيحوش نفس المشكل الاولاني درنا وحيدنا هذه، وهاد الحين كنقلبوا ما لقيناش حاجه اخرى، نحيدو هكا نحيدوهم، وغادي نجيو ندير واحد الفيشي تكست ونكتبوا لك الانترست اللي لقينا، اللي لقينا مستهدفه. نوبس نكتبو الفيش الانترست اللي لقينا، نزيدو نحيدو تاع لاخرين. لقينا هادي انتر تارجتد، تارجتد سجلناها. نشوفو هادي سا كومباني، نشوفو واش ديال الفيشين. هادا الفيشين ولكن من نوع اخر، هادا تصور ليا شي بروداكت كنديرها شفتها. دونك بريت وي، هادو كيبيعو البرودكتس للناس ديال الفيشين. هذا ديجا كان تطلع ليا انا اد ديما عليها على شرفتو، كيبيعو واحد كيدار في الوجه للناس اللي كيديرو الفيشين، كيبان البرد و هادو في ديزاينات فاني ديزاينز، يعني الناس ديال الفيشين. الناس ديال غنشوفو هاد الكومباني واش تارغيت عندهم 600 تلقا ديال سا كومباني. نو
شي ساقس أغلس ساقس بانيش ساقس أغلس ينو ساقس أغلستيك نشوفه ساقس نشوفه سيدا وشبيشين سيدا ملان فيشين نمشي وغادي نديرو كابي وغادي نشوفو أغلستيك أغلس ديجا كاينة وكاينة ساقس نحيدو هاو رجعت هاهي ندخلو عندنا هنا بلاصتو أغلستيك ليت كونسيبت كنظنش لي منعرف طوما كان في بابي ديل في المصري فيشين نو نسيتو السيارات المهم كنختارو شي عينات هكا نقولو لهم عينات وكنوليو نجيو نشدو وحدة بوحدة نديرو أغلستيك ندخلوها نحيدو الفيشين ونقلبو نمشيو لأفينيتي ونكسطفو لأفينيتي ونبداو نقلبو بيج باس فيفر نشوفو هادي بيج باس فيفر ديال الفيشين هادي من الأول باينة ديجا كيبيرو برودكتس ماكس نديرو هكا كوبي ونشوفو واش تعجبك not targeted نشوفو لي كوموندوس لي كوموندوس هي هادي ديال الفيشين هي كوبي السنيو غادي نمشيو نشوفو واش targeted not targeted نوطا شنو هي هاد الكلمة كوم لي نو نو مقارنش نشوف بانديت لوز ونشوفو تيم نرلو اوف دور انا نفتحهم كاملين فيشينغ فور لايف ونجي هنا تدخلنا هنا ندخل للغة هادي بانديت لوز هادي ديجا جربناها قبيلة لقيناها مخدامش تيم كات فيش هادو كيسيب شوف كات فيش نروح نسمع سمك في الويكند ندير نشوف واش صار بزاف ما صار بزاف نشوف الحاجة المغربية نوت نشوف واش صار بزاف أو نوت لو جير فيش نوت صار بزاف منتش معكس من الأول ليا هذا سيديرو راو اوت دور سكين راو اوت دور سكين ماشين اكيد سكين بتاعت هذا هي الفيشن تاعو او خصنا ناخدو واحد النقطة ما ذكرتهاش ناخدو البدل التفاعل تما كان التفاعل مزيان مثلا اللي تحط في سبتمبر في التفاعل عندو تقريبا شوف جوج دلتا ديال رياكشنز تقريبا تاع ونص ديال الشيرز يعني كنشوف التفاعل التفاعل في دور مهم كنعرف واش فاج اكتيف الناس اللي فيها اكتيف يعني كل من نفكر انا نستهدفها حتى نجي فيشين فور لايف نوت تارجتد اوكي نرجع لاخرين مازال ما لقيتش شي انتريست سيني مقنعة صراحة راو أسدوس ممكن يصير يقطع شوية سي بون راو أسدوس و واحد القطع أخرى ومني كدير شي أنتيرس مثلا بحال هادي راو أوت دورز إنك وطلعت لك هي الأولى مع راسها يعني أفينيتي عالية كتكون أفينيتي عالية فايتة ليا
200، بعد مرة كتلقى 2000، تلقى 3000، 1000، يعني في الأفينيتي. يعني كتكون غالبا واحد من الأول كتبان واحد النظرة أنه هذه خصك كتكون ضروري ما خصك تيستي عليها، كتكون غالبا غادي تجيب لك. إذا كان كشي عندك مزيان، البروداكت مزيان، والأب كوبي مزيان، كشي عندك بروفيسيونيل، يعني ما عندكش مشكل من جهتك أنت ومن جهة السطور، يعني غالبا تكون عندنا انتوريست هذه خدامة، والناس اللي في هذا الانتوريست غيكونوا خدامين باش التفاعل كيف ما قلنا راه مزيان. جوج تلقاو يعني رياكشنز، يعني تلات تلقاو، يعني التفاعل راه مزيان. يعني هادي to be targeted. نقدرو نجيو نديرو نفضل تكسين تكست، نديرو حتى انترست نمبر وان، مثلا نسميهم واحد. وجيو التاني، هادو تا هما عندهم لافينيتي عالية، تا هما إلا لقينا هادو تارجيتات غالبا غادي نتيستيو لافينيتي 133، 100، يعني ملي تشوف أكثر من 60 ولا أكثر من 80 ولا هدا كتعرف انتيرست. إلا كانت تارجيتات وكتهضر على فيشينغ خصك تيستيها تاهي، يعني الأفينيتي هي اللي كتلعب الدور دائما. يعني إلا ملي جربنا من أغليستيك، نديرو تيست أخر اللي جربنا اغليستيك باش نأكد لكم، كان الافينيتي ضعيفة 21 18 17، يعني ماشي شي هادي من ممكن تاعهم تيستي تاع الانتريست براسها، ممكن تيستيها وممكن يعني المهم ان تيستيها غير هكاك وصافي، ممكن تخدم ممكن متخدمش، يعني فرص النجاح كيكونوا عند هادوك اللي كيكونوا هكاك كتكون عندها علاقة بالنيش وكتكون تارجتد، كتكون تارجتد ويكون عندها الافينيتي عالي. سي بون، غادي دابا نجيو لي باج اللي تحتها اللي 133 افينيتي، غندخلو نشوفو سي في سي، هي عندها علاقة بالفيشن غالبا، تلقى كلشي دابا اللي كيتاك تحسن له علاقة بالفيشن و لي باج زوين. ممكن غادي نكوبيو السن ديالها و نشوفوها واش تارجتد، نوت تارجتد. Next cool bytes cool bytes هادي باج ديال الفيشين. ما كنتش باغي نطول صراحة في الفيديو، وهي ديجا تارجتد، نحيدوها نجيو نديرو هاديك الأخرى هادشي اللي كندير كل انتيوس كنديرها في اد سيت وحده، لان كنبغي نتيست كتر اد سيت، كنبغي نتيست كتر و باش نلقى نتيست كتر باش نقدر نلقى كتر دوينين في اد سيت. يعني اي حاجة بان في انتيوس سيت و اي حاجة بان في قريبة نتيستيها. هادي كذلك نمشي نشوفوها هاي اكس هولز واش كاينة، ما شي ثاني سيت نشوفو نيكست بيت سبع طن اصطناعي كتباع من هذا غالبا نكون تعرف صغار نسخ تعليم نديرو كوبي نشوفو واش تعرف ماشي تعرف فعلا هذا صغار كما قلنا ديال كتباع طن اصطناعي نرجع نشوفو next one fishing 45 تكون لا بأس به نشوفو جونسون فيشين، يعني هكا بديك تقلب، يعني تقلب 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 باش تلقى الماكسيموم بوسيبل ديال لي باج لي تكون عندهم افينيتي شوية طابعة، ويكونو تاو بزاف طابعة الحال باش نقدرو نستهدفوهم. فهاد تيكل
المهم باش ما نطولش الفيديو، غادي ناخد غير دي زيكزامبل هكا قلال باش ما نطولش عليكم. بون هادي هي الفكرة، انه تقريبا الفيديو هكا المهم الناس توصل الفكرة، ماشي ضروري الناس توصل الفكرة. بون كتقلب كتقلب كتقلب، مبقيتيش شي حاجة هنا هو هداك، مبقيتيش هاد الشي، نمشيو نجبدو. هادي هي اللي قلبنا بيها، نحيدوها ديجا درناها لتحت. نشوفو دابا هادي ديجا كنا قلبنا بيها، نشوفو هادي منها نديرهم هكا، ممكن نخليهم بجوج على ما شفناهمش تعطيونا شي حاجة. 2067 ماش با مال، ممكن يكون قل كاع نلقى حتى شي حتى شي انفينيتي كاع قليلة بارابور هاد لي باج، لأنهم بيتو هما شوية لا. هادي ديجا درناها، يعني هنا هكا وسيم تقلب 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 ما تلقاش، غادي تحيد ديك هنا وتخلي وحدة اللي كنا دايرين نخليها. ونشوفو هادي ديجا لقيناها غير استهلكنا، هاهي عندها افينتي على اليسار مع هاد الباج. اليكس رود لقينا ماشي تارجيتد، ماشي تارجيتد. نيجما حتى هي ماشي تارجيتد، يعني هكا هكا غبغبغي. نقلبو ونستغلو تلك الطريقة اللي وريتكم، مثلا اللي وريتكم الفيديو اللي فات كيفاش تلقى نيتشال جداد وتلقى نتوستاخر. مثلا لقينا هادي باج زوينة، كيما لقينا لقينا ديجا راها تارجيتد، غندخلو ليها. أول حاجة نجيو للجنب هنايا، بيجز لايك باي ديس بيج، لهاد الباج هادي غنديرها لايك الباج آخرين. ونشوفو هادو غالبا كلهم غادي يكونو عندهم علاقة بالفيشينغ. ونشدوهم مثلا هنا، ونشوفو هاد الفايل فريم غادي نديرو هاد الشيء المناسب، ونجي نشوف من تما نقدر نلقى اتلس فين ما كان. غنبدا نحيدو هادو غادي ونشوف شوف واش معطاتنا، ونشوفوها هي الأصل هي براسها ديالها شتي هي هادي. ضروري خصك تدخل ليهم وتشوفهم كي دايرين عاد تمشي تجرب بيهم. أنا غير باش دابا كنزرب الأمور باش ما نطولش عليكم. هادو ديجا في الفيشين، هادا بوست ممكن يكون داير شي حاجة ديال راه صافي. نبدا نخدمو شي دانكو. المهم هكا كتقلب، يعني تقلب على 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 الانتريست بأي طريقة كانت. هاد بحال لي كنشمشمو عليهم كاربون اكسبريس كارو كنمن هادو نو نبداني هداك ديال الفيشن ديال سبورت لايكون لوس وهادي مطلعوش. وممكن ندخل غير هكا فيشينغ، ونجي عاود نقلب هنا فيشينغ رود هاوس دوز، ونشوف هاد فيشينغ رود. ديد باسفورد زي توماس تورا ديد باس لاس. نشوف هذا ديجا شفناها مهتماش، هادي كيما ثلاثة ثمانية محال كيما نشوف باي ذا واي. هاديك سكرين شوت لي بارطاجيت معاكم راه هادوك الانتريست لي جايبين راه تقريبا الأغلبية نقدر نقول لكم شي 85% ديال الانتريست لي جايبين تما راه منطقة اللولة، ماشي زعما بقيت تنضرب تمارة ونتسنى ونفلتري، يعني غير بهاد التقلاب هكا اللي كنقلب هكا. ولكن خصك تاخد مدة، تقدر تاخد نص نهار نهار كامل وانت تقلب. دابا مع زربان وعيان عرفتي دابا راه فوقاش وانا فايق ما نعشت مزيان قهوة يعني موقداني، يعني لكن هذا ما هو خصك تكون واعي، كل واعي
والنهار في ديك الصباح تضرب القهوة ديالك تريح وتخدم، تقدر النهار كامل وانت تتقلب على الانتريس باش تطيح على شي انتريس اللي يكونوا شي حاجة مزيانة. تبقى تقلب تقلب تقلب، ما تعياش من التقلب. راه مول نقلبوها في الخاوية، نحاولوا هذاك التقلب اللي نقلبوه في الخاوية في يوتيوب والفنانة ولا ما نعرف شنو، نستغلوه هنا يعني، نشوفوا الكوتي بوزيتيف ديالو ونقلبوه هنا يعني، نديرها بحال شي جيم شي لعبة كنلعب، نحاول ما أمكن نتحدى راسي، نلقى لي باج أغلبية لي باج مزيانين واللي في واحد المجال، نختار النيتش ندير منها. انت كتقلب هو خصك تاخد وقت اكثر من هكا اللي كندير دابا. انا راه خصني دابا نجي ونقلب في كل باج ونهبط ونشوف لي زيماج ديالهم بالنسبه للناس ديال تي سبرينغ مثلا، او تاف في هذا. المهم كنت ندير في تي سبرينغ بزاف، كنجي كنطلع الفوق كن دابا تبدل فوتوس، كندخل الفوتوس وكنشوف لي زيماج اللي اليوم تفاعل بزاف، كندير غير الماوس هنا وكنشوف هنا عندها 496 واحد الكوموند، يعني كنبقى نقلب غير هكا. بعد المرة كيكونوا بيكتشرز اللي كيكون فيهم كوايتس مكتوبة شي حاجة تستغلها في تيسبين ولا بالنسبة للبرودكت ولا المهم أي حاجة. المهم كتاخد وقتك. علاش كندير هكا؟ كنت نقلب على شنو هي الاكثر تفاعلا. مثلا دابا هنا هاي بنت لي هذه 136 كومنت اكثر تفاعل، يعني الحاجه اللي كتعجبهم هنا كتبقى تعرف انت كتقدر بحال داكشي يعني من نفس ولا ما نعرفش شنو هو، كتبقى تقلب وكتشوف الناس شنو كيبغيو. مثلا ملي كتختار النيتش ديالك خصك تعرف داك النيتش ديالك كتولي بحال شي وليداتك صغارين هكا، خصك تعرفهم شنو كيبغيو، شنو لاحطيتيهم تصويرة واش يبغيوها ما يبغيوها، شنو الكوايت اللي كيبغيو ولا ما كيبغيو، يعني خصك تشوف ما امكن تفهم الناس اللي في النيتش ديالك. هذه ديال الكومونتس بزاف، خصك تدخل تعرف علاش شنو كاتب من هنا شنو، يعني خصك دير دراسة هكا، تحاول بحال تتعرف على شي واحد ولا مثلا بحال تتعرف على شي بنت هكا بغات تزوج بيها، خصك تعرف اش كتبغي شنو ما كتبغيش. هذه كتولي هي ما تلي سي لونبلو في جيبك، خصك تعرف اي حاجه على النيتش ديالك، خصك تاخدها بهذا المنظور هذا، تعرف اي حاجه على النيتش ديالك باش تولي حابب ديالك تخدم بها النيتش. هذا ما كان كنت تاخد وقتك وتحاول تاخد الماكسيموم بوسيبل ديال لي باج اللي تيستيهم، ضروري ما تاخذ الماكسيموم، لانه مثلا دابا تخديتي غير 4 ولا 3 مثلا. هنا دابا حنا هادو كاملين بيهم هنا 1 2 3 4 5، عندنا 5 ولا 3 ستين ممكن ما يخدموش كاملين، لانه يكونوا كاملين ماشي وينينغ انترست لا يجيبوا لنا السيلز ولا الكونفرشن ديالنا. يعني كل ما كانوا عندنا انترست كتر، كل ما تيكون عندنا الحظ اننا نلقاو الانترست اللي خدامين، يعني نحاولوا ما امكن. المهم دابا المهم هادي الخطوه غير باش تقلب على الانترست. دابا ننتقلوا للخطوه كيفاش نكريي الادز، كريي الادز هادي غير باش تستعمل باور اديتور، واحد التريك نوريكم باش تحافظ على الانجيجمنت ديال تجمع الانجيجمنت. المهم انا نوريكم كيفاش باش تفهموا. كنجيو باور اديتور، هذا واحد الكونت عندي ما خدامش فيه كاع ميثود بايمون تيستو فيه. كنجيو كنديرو كويك درافت، كيقول لك مثلا انا باش نكريات نيو كومبين، نسميو هنا السميه ديال الكومبين مثلا برودكت مثلا اكس مثلا. هذه مثلا كنا نديرو على ويب سايت كونفرشن باش تعرف انت على برا، تعرف مثلا شنو هي شمن علاش خدام هنا، واش بي بي اي ولا المهم شنو الكونفرشن لوبجيكتيف اللي خدام عليه. كنديرو هنا الويب سايت كونفرشن ياك، و ملي كنديرو الويب سايت كونفرشن كنكريو الاد سيت، مثلا نسميو اد سيت، اد سيت نانسي دي ونديرو المهم اد سيت نقاد نو هي تيست تخربيق نكتب باش نجرب. كنديرو كرييت هو تاعنا هكا، كندير ابلي هنايا باش كتسيليكسيوني كومبين نسيت عليه،
باش كتسيليكسيوني كومبين ديال ابلي، باش لا كانوا عندك لي كومبينز اخرين كتبقى تبان غير هي. دابا هذا الفلتر هنايا كتبقى تبان غير هي، من بعد كدير اديت. اديت هنا بغيتي تبدل السميه الكومبين، كتكي اد سيتس هنا. هادو هادي الكومبين، هادو اد سيتس، هادو الاد. الاد سيتس كتجي الاد سيتس هنا فين كتستهدف. هنا خص تكون عندك ديجا عندك كونفرشن بيكسل يكون ديجا انستالي، باش يعطيوك هنا الكونفرشنز. كنختار هنا انا غادي البورتشيز، الكونفرشن ديالي هي هي البورتشيز. كنجيو نديرو في انتريست خمسة، في البيوت بادجيت عفوا $5. شيديول كنخلي اون جوين. نيو اودينس تتتتت هنا سيدف فادي موروكو ريفو موروكو ديرو يونايتد ستيتس مثلا. مثلا ماشي غير يونايتد ستيتس اللي خدامو، ولكن هذا اكزومبل ممكن تخدمو على دول اخرين. راه طلع كندا، يونايتد كينغدوم، استراليا، نيوزيلندا. عموما هنا عندنا الفئة العمرية، المهم تيستيو نتوما كلشي من 18 ل 65. حتى من بعد ملي كتحرك الكونفرشن عندكم، ملي تحرك الكونفرشن هاديك الساعة تمشي للادس مانجر ديالك وتشوف شكون الناس اللي كيشريو، شكون الفئة العمرية أكثر اللي كتشري. مثلا تقدر تلقى من 35 ل 58، ولا غير من 54 الفوق، ولا مثلا 18، على حسب النيتش ديالك، ولا حسب البرودكت، ولا حسب يعني بزاف العوامل. ومن بعد ما تمرس انت على النيتش ديالك كتولي تعرف باغ ديفو، يعني ما تحتاج تيستيك، تولي انت شريتي ديك الداتا صافي، ولي تعرف شكون كيشري. وومان، مان، السن، الفئة العمرية. هنا كندخلو التارجيتين ديالنا، مثلا نبداو بهادي، نزو مدرا ندخلوها التارجيتين ديالنا. انا واحد اللعيبة كنديرها باش نعقل، باش بلا ما كندخل كنشد التارجيتين هذا اللي هذا، كنكوبي كنمشي هادي. راه السمية ديال الاتسيت اللي كتبان لينا هنا، سمية الاتسيت كندير اتسيت مثلا، وتجي ودير مثلا بالنسبة لي انا هادو هي التسميات، انا كنسميها كندير ايكوال، كنقولي ندير باست الانترست باش بلا ما كندخل الاتسيت، حيتاش غيكون عندنا بزاف ديال الاتسيت، بزاف الاتسيت عندنا هنا. غتبقى تعرف شكون اللي خدمه شكون اللي ما خدمهش، وبلا ما تدخل غتبقى تعرف شكون الانترست اللي خدامه. المهم باش بلا ما تدخل داخل وتهبط وتشوف الداخل هنايا التارجيتين، شكون خدام وشكون ما خدامش، يعني كدير هنايا التارجيت. هاد الشيء راه كان موجه للمبتدئين، الناس اللي خدام راه خدام على راسو، عارف ماش كيديرو. نو كنمشي من هنا بليسمنت، انا ندير اوتوماتيك. المهم تيستي من الاحسن تيستي، خلي ديسك توب نيوز فيد وخلي موبايل نيوز فيد، تيستي بيوم الساعة من نيت اوبتيميزي. ممكن نجرب انستغرام، ممكن نجرب اودينس نتورك. اودينس نتورك كنسول شي واحد اليوم، ماشي شي ثلاثه الدراري اللي شفتهم سولوا شنو هي الاودينس نيتورك، وشي واحد نيتر ماشي بوست في الجروب كيسول شنو هي الاودينس نيتورك. الاودينس نيتورك اخويا ملي كتكون خدام شي لابليكاسيون في التليفون، شي ابليكاسيون في التليفون وكيطلع لك فيها الاد وسط لابليكاسيون، تليفون اندرويد مثلا كيطلع لك فيها اد الاعلان ديال الفيسبوك. يعني الاعلان انت ممكن دير اعلان ديالك يبان وسط ابليكاسيون ديال التليفون، بحال مثلا اد موب ولا ما نعرف موب، بحال جوجل مثلا اد ووردز، تستهدف مثلا الناس اللي في الموبايل، تستهدف الناس اللي كيخدمو لي زابليكاسيون الموبايل. بقا كيطلع عليك. لو بغيتي تشوف تيست حي، راه كاين واحد لابليكاسيون سميتها كولر ماستر. هاد الابليكاسيون هي عندي انا ديما كندخل ليها، سميتها كولر ماستر. ملي كتدخل ديك كولر ماستر وكتسالي، كتسالي لك لوبيراسيون اللي انت دخلت لها وتا، كطلع لك اعلانات ديال فيسبوك. ادخل راه هذيك الابليكاسيون خدامه فيها الاودينس نتورك باش تشوف كمثال حي وصافي. هذيك اذا فهمت شنو جاوب على السؤال. الكونفرشن المهم هادشي كنخليو كونفرشن ويندو كنخليو وان داي حتى كتلقى. المهم هادشي في الاوبتمايزيشن حتى من بعد نهضرو عليه باش منزيدش نطولو كتر. سي بون هادشي اللي كنديرو، كنختار تارجيتين، كنختار نخليوها ان سين، نخلي كلشي حتى من بعد وتبقى تاوبتمايزي. سي بون هادشي اللي كدير.
سي بون وندخلو للأرض. الأرض باش نكريو سكريي الأرض ديالك. اي واحد النقيطة بغيت نذكرها هنايا في هاد القضية ديال الأرض. كيفما كتعرفوا ملي كتكون شي اعلان عليه الانجيجمنت لتحت بزاف تيكون تراستد للناس اللي يشوفوه. مثلا انت ملي كيطلع لك شي اعلان، تخيل لك شي اعلان فيه مثلا واحد 1000 كوموند، ماشي هي فيه واحد جوج ثلاثة لي كومونتير، 10 20 كومونتير، كتلقى فيه البارطاج الجيم، كتلقاه محرك فيه الانجيجمنت. باش نكري، لاننا هنا دابا راه اشاك فوا دابا ملي نكريو هاد الاد هذا خصنا هنا نديرو بزاف ديال الانتريست. غنجيو هنا للانتريست ونزيدو انتريست اخر، نشدو هادي نيت نديرو لها ديبليكيت، ندير لها ديبليكيت وهادشي تشد الانتريست الاخرى. دابا ملي درتي ديبليكيت ها الاصلية اللي فيها وها الكوبي، كتجي الكوبي كتموديفي الراو اوت دورز ان، كتموديفي بالانتريست الجديدة اللي انت وإلى ذلك. هاد الأولى اللي درنا، هاد الثانية. دابا هادي أد سيت كتستهدف هاد الأنتريست هادي، وهادي أد سيت كتستهدف من هاد الأنتريست هادي. ملي نجيو للأدز، ملي نكريي أنا الأد هنا، دابا ديجا دابا ندير واحد التيمة أننا ديجا دابا راه كريينا ديجا سميتو، كريينا ديجا الأد، ودرنا ملي درنا كوبي للأد سيت راه دارت كوبي حتى للأد. ماعرفتش واش نوصل الفكرة مزيان ولا ماوصلهاش. هنا في هاد جوج الادز هذا وهذا، دابا ملي درنا كوبي راه هذا بوست وهذا بوست اخر، يعني الناس اللي يديروا جيم هنا والناس اللي يديروا جيم هنا. انا غادي تشوف مثلا تقدر تلقى هنا ثلاثه لي كومونتيرات، وهنا تلقى مثلا كومونت واحد، يعني مفرقين هذا راه بوست وهذا بوست اخر. طريقه كيفاش اننا نخليو هذا وهذا وكاملين ملي نديرو كوبي باست كوبي باست، مثلا ولو عندك 20 هنا اد سيتس بعشرين اد ديالهم، باش هاد الاد سالو كاملين يكون لي بوست واحد، لان حنا نبغيوهم يكونوا في بوست واحد باش يكون عندنا لونجاجمون بزاف في هداك البوست. غنديرو بابليش ريفيو تشانسز وغادي نسيفطوهم وغادي نمشيو للادس مانجر. غنمشيو للادس مانجر وندخلو للكومبين، هادي راه كنتيستي فيها، وندخلو للكومبين وغادي ندخلو حتى للاد، وغادي يطلع لك هنا في الجنب الاد وتكيله واحد العوينه الفوق باش دير له ريفيو ياك. وملي غيطلع لك واحد البوب اب فيها الاد ديالك، وتحت ديك البوب اب غتلقاو المهم دابا نصيفط لكم شي تصويره، غنولي نبارطاجي معكم التصويره باش تشوفوها، اللي ما فهمش غادي ندير تصويره باش تشوفوها. ملي يطلع لكم هذاك البوب اب تحتو غتلقاو مكتوبه show post with comments ولا permanent link with comments، اتكي عليه غادي يصيفطك البوست. مثلا غادي يصيفطك مثلا، ناخذ شي مثال من هاد لي باج لي دخلنا لهم ديجا. مثلا نديرو هذا هو الاد ديالنا، ملي اتكي على ديك اللعيبه المهم المغزى هو انك يدخلك البوست. مثلا هو هذا دخلك ليه، تم تدخل ليه غتلقى الليان ديال داك البوست فيه سلاش كدا سلاش كدا سلاش الأخرانية موراها الأي دي، الأي دي ديال البوست، يعني لأنه فيسبوك كل بوست عنده أي دي معين. هنا غنمشيو نجبدو الأي دي ديال داك البوست ونرجعو لباور إيديتور وغادي نسيليكسيونيو كلشي دوك الأدس اللي خدمنا ونديرو لهم إيديت. ملي تختار هنا البيج ما نطلعش البيج باش ما يبانوش لي باج اللي نخدم بهم بطبيعة الحال. ملي تسيليكسيوني بيج غادي هنا غادي يعطيك الاوبشن باش دير تختار يوز اكزيستين بوست، غتلقى هنا كرييت نيو بوست لي ديجا راك انت خدامها، وفي جنبها تلقى يوز اكزيستين بوست. وتجي تحتك يوز اكزيستين بوست غيعطيك واحد لي وحدة اخرى بحال هادي بحال هادي لي فيها تشوز بيج، وتحت منها مكتوبة انتر اي دي ولا شي حاجة بحال هاكا، غتكي عليها ويعطيك فراغ بحال هذا فين تكتب داك الاي دي ودير انتر، غادي يطلع لك هنا البوست. يعني ودير سيف هكا، دابا راه كان ايديتي وكاع لي بوست، غندير سيف باش يوليو كاع الادس شحال ما كانوا بيهم
كاع الادس شحال ما كانوا بهم عندهم بوست واحد، يعني هاد الاد يعني هاد الادس يسهلوا لك يجيبوا لنا الترافيك من هاد الادريس كيديو البوست واحد. فهو مفرق هنا باش لانه كل ادس خصو اد ديالو، ادس ديالو يعني كلهم يولي عندهم بوست واحد، وبالتالي غادي نربحوا الانجيجمنت، تولي عندنا الكومونتيرات في بلاصه في بوست واحد والاكس بوست واحد والشيرز، عفوا والشيرز في بوست واحد. هذه النقطة اللي بغيت نبين لكم. صافي كتولي دير ريفيو تشينجز وكتصيفط الخدمة ديالك، كتمشي للادس مانجر وكتطلع لك هنا. هذا ما كاين، هذه هي الخدمة كاملة اللي كندير. ممكن نكون نسيت شي حاجة، ممكن نكون خربقت شي حاجة، راه نعاس وعييت صافي، راه ملي كنت وانا خدام راه عييت بزاف، وسمحوا لي لا طولت عليكم. كخلاصة، هو أول حاجة مثلا الناس اللي في تي سبرينغ كنصحهم ما تمشيش تقلب على الديزاين عاد تجي تقلب لما تبيعو، هادي كلشي كيطيح فيها اغلبيه، ما نقولو ماشي كلشي ولكن اغلب. كتلقى بنادم كيمشي كيشوف واحد الديزاين كيلقاه مثلا كيعجبو وكيشدو وكيموديفيه ليه، عند بالو راه كيقول ردو زوين، ولكن في غالب الاحيان كيزيد غير يخربطو. هذا غلط، والغلط الاساسي هو انه عاد تيجي ويجي ويسولك يقول لك خويا بغيت نبيع هاد التيشورت لما نقدر نبيعو. لا خويا ماشي هكا كدير الخدمة، ماشي انت ماشي دابا الشركات الكبار مثلا غتجي مثلا تعجبني شي حاجة غادي نمشي نقادها، عجبتني قديتها بواحد الطريقة شي بروداكت اكس شي حاجة شي جب، ومن بعد ديك الساعة ملي نقادو ونسالي ونديرو البروداكشن ونديرو كلشي كاع داكشي لحقو طريقو، وعاد نمشي نقلب على الناس اللي ممكن يشيرو من عندي البروداكت. اخويا راه هذاك الديزاين راه انت اللي عجبك، راه انت اللي غادي تشري، يعني غالبا ما تلقاش لما تبيعو. الطريقة الأصح هو انك تقلب على نيتش وتشدك النيتش وتعطي لبابا شي 3 ايام ولا 4 ايام وانت تعرف لي باج ديالو وتتفهمو مزيان. ملي تعطيه 3 ايام ولا 4 ايام كون اكيد ان يقاطع عليك الوحي، شنو تقول لهاد الناس وشنو تعطيهم لي ديزاين ماستر. شنو غادي تولي تدير؟ هاد الناس اللي كنهضر الناس تيسبي، شنو تولي دير؟ غتولي تمشي ملي تولي انت عارف داك النيتش ديالك، كتولي عارف الكوايتس اللي كيبغيو، الجمل اللي كيبغيو، الحوايج اللي كيبغيو، غتولي تمشي النيتشات اخرين اللي كاينين في الباج اوفيسيال مثلا ديال التيشورتات اخرين اللي ديجا خدامين، وتشد انت شي تي شورت مزيان خدام غير باش انت ما تزعبلش الديزاين. يا اما دير هاد القضيه هادي، غتمشي تشوف الديزاينات اللي خدامين في نيتشات اخرين وتحاول تصيفط داك باش تقام لك القضيه رخيصه، تشد داك الديزاين وتصيفطو لشي ديزاينر عفوا وتصيفطو لشي ديزاينر وتقول له هاد الديزاين هذا تموديفيه، تحيد له داك النيتش، يكون مثلا كيهضر على شي نيتش اخر مثلا. دي كفكره كنت نخدم بها بزاف، وكنت نجيب بها السيلز بزاف، كنت خدامه عليها بزاف، كنت خدامه عليه الطوب صراحه. كنت نشد ديزاين واحد يكون شي نيتش اخر كنجيبو كنموديفيه، كنحيد داك الجمل اللي فيه وكندير جمل ديال النيتش ديالي، وديك الجمل اللي كيكون مؤثر النيتش ديالي، انني عرفت النيتش ديالي باللي راه النيتش اللي انا خدام عليه راه هاد الجمل هادو كيبغيوهم. وتيستيت كنتيستي مثلا شي ايماج كنلقى التفاعل مزيان ولا شي حاجه، كنعرف كنموديفي وكنطلق لهم التيزن، كنضمن ان الشكل اون جينيرال مثلا القالب ديال الديزاين تيكون مزيان لانه ديجا خدام بلايص اخرين مزيان. ثانيا عندي انا ضامن بلي راه هادوك الكوايتس اللي عندي مثلا كنتيستي جوج ولا ثلاثه ديجا شفتهم خدام مزيان، ضامن ان عليهم تفاعل الناس كيموتو عليهم. يعني كتجمع ما بين ان واحد شاف شي حاجه كتاثر فيه، شي جمله كتاثر فيه، فغالبا حاول تلقى شي حاجه اللي كتاثر في الاحاسيس ديال الانسان، كتخليه بالسعاده تخليه هم الاحاسيس. وما بين الجمالية ديال الديزاين هذاك القالب، يعني تجيبو نتا من شي نيتش آخر ولا نفس النيتش ولا المهم، وتقاد وتعطي شي ديزاينر وتفهمو كيفاش وخدم، ولا شوف معاك شي واحد ديزاينر كاين المغربة تبارك الله عليهم ديزاينر زوونين ويخدم معاك. هادي حاجة. بالنسبة لشوبيفاي، ممكن يكون العكس، ممكن يكون عندك نيتش دير نفس الطريقة تقلب على البروداكت اللي بغيوك، وممكن يكون العكس عاد تمشي تقلب على برودكت بلا ما تكون عارف كاع النيتش وتطيح في شي برودكت، وحتى تمشي تقلب على داك البرودكت تلقى ديجا كيتباع بزاف، وكدير ريسيرش ديالك وكتشوف شكون الناس اللي كيشريو. هذه نقطة سابو. اهم حاجة قلنا في كونكليجن، راني ضايق من الناس بقيت شارفة سيف كرونسان، اهم حاجة كما قلنا هو انه يكون ديزاين مزيان ولا برودكت ولا اون جينيرال داك
الاوفر اللي كتقدم يكون مزيان مهما كان السي بي اي ولا اي حاجه اي حاجه اي حاجه، وتحاول تستهدف مزيان يعني تقلب مزيان باج بباج بباج. راه ماشي شي حاجه انا ما درتش انا دابا هذا من فوق شو انا كنشرح ودير اوديو انسايت وكنخربق وكندوز من هنا وكندوز من هنا، راه ما كنديرش شي حاجه اللي اكسترا اوردينير. هذاك الشيء راه عادي جدا اي واحد ممكن يديرو، راه غير حنا كنعيشوك نقول لا راه راه الطريقه ما خدامش. لا خدامه خويا، السكرين شوت انا كتصيفط لك حيه فيها تنشوف تبارك الله هذه هي خدامه مزيان، يعني ما تعقش جرب دخل قلب 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 وحاول ما امكن ما تبقاش تبدا، تبقاش انت مبتدئ ما تبداش، تبقاش تبدا ماشي وقت الابداع. ملي تبدا هي ملي تكون عندك واحد 200 تلك في جيبك، ديك الساعه بدا عندك فلوس ما تضطر تقلل الابداع ديالك، تكون عندك منظور اخر تكون طورتي في الفيز. اما انت مازال مبتدئ مازال ما عارفش البيزنس شنو فيه، مازال ما عارفش السوق شنو فيه، مازال ما عارفش المراكنه شنو عقليتهم، مازال ما هضرتيش حتى مع 10 المراكنه مش حتى من جاوبتي حتى معاهم في الكومونتيرات، يعني مازال ما عرفتش العقلية ديالهم. وتجي تبدا شي حاجة وتعطيها لهم، ما يمكنش تبدا الاد ما تزيدش تبدا. كنلقى واحد السيد راه صيفط لي قبيلة واحد الاد ديالو على تي سبرينغ، شد تي شورت، شد واحد السيد واقف واحد الوقفة في شكل ودار لها ديزاين ودارو في واحد القضية، المهم بغا يدير شي حاجة ديالو، وعاد دار واحد خونا مبهود كيشوف داك الاخر زعما واو عندك تي شورت في شكل، يعني بغى يبدع شي حاجه رسوم متحركه. لا خويا ما تبدعش، دير شي داكشي سامبل وشوف الناس الاخرين شنو خدامين. راه عندك سباي تورز كتشوف الناس الاخرين شنو خدامين، هاد الناس الاخرين كتلقى شي تي شورت بايع شي 300 كيلو ولا 30 كيلو ديال الحبه اللي بايعهم، سير دير نفس الاد كوبي ديالو خويا ودير. علاش كتبدا نتايا كتشوف شنو خدام وتجي تبدا؟ ما تبداش، دير داكشي سامبل شوف الاثر. كلشي منتشر دابا، راه درتي لي دابا لحسن الحظ اللي شحال راه ما كانش حسن الحظ، دابا راه الاغلبيه ولا كي تارجيتي وورد وايد يعني عالميا. يعني ما تقولش ليا ما كيطلعوش لك على الاقل واحد ثلاثه ديال ولا اربعه ديال الاعلانات ديال شي برودكتس مولاهم كيبيع في شوبيفاي ولا في شي بلاتفورم اخر، يعني في المغرب ولاو كيتارجتو الناس من لانه عالميا داخل حتى المغرب ديما كيبان لك. كتشوف الناس شنو خدام، دير لك في حالو فوتوكوبي، بدل التايتل بدل كدا، جيب برودكت ديالك وحطو واخا ما تبداش، دير داكشي نقي داكشي زوين وخدم ودير كوبي كولي من الناس الاخرين اللي جا خدامين. كتبقى لك حاجه وحده هو تلقى الانتيرست ديالك، حاجه اخرى ما كاينش، راه ما كاينش شي علم شي خزعبلات ولا شي سر ولا شي، راه قسما بالله هادشي اللي كاين وهادشي اللي خدامين به حنايا، والحمد لله راه خدام لينا فوق 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 بخير وما كاينش شي حاجه يا. وبالنسبه للسكاينينغ، النقطه السكاينينغ انا مع في الناس دابا، كنت كل مره كنتفكر نقطه في الشمال ما نقطه في الغرب، نورمالمون كان خصني نهضر عليها في الاول. بالنسبه للسكاينينغ ملي مثلا انت في الاول تبدا ب 5 دولار كل ات سنت، ملي تجيب لك هو السكاينينغ كاين بزاف ديال الطرق السكاينينغ، كاين كل مره شنو تخدم لك. بعض المرة خصك دير تخلي الاولى مثلا، لا نرجع هنا، هادو هما الاتسيس ديالنا. دابا انا هنا جوج المهم نديرو مثلا، عندنا بزاف المهم نهضرو دابا على جوج. تخيل مثلا دابا هادي خليناها واحد 24 ساعة، جينا لغدا درنا اليوم لغدا، جينا لقينا مثلا الاولى جابت لينا واحد الصيل، الثانية ما جابت والو، اش كندير؟ كاين جوج طرق مثلا، طرق اساسية كبداية ممكن، يا اما هادي كدير لها ايديت وكتجي البادجيت ديالها ما بين 5 وكدير له ديبليكيت كترجعو 10، وغدا عاوتاني الا جابت كترجعو 15، كل مرة تزيد 5 دولار. هادي طريقة سكاين، ما جابتش كتخليها 5 دولار واحد النهار اخر، ممكن تخليها 4 ايام 3 5 ايام ماكسيموم 50، ما تخليهاش تفوت اكثر من 5 ايام، لان 25 دولار ما جابتش يعني كتعرف بلي راه القضية حامضة فيها حي. كاين هاد الطريقة خدمت لك وهداك مخدمت لك، شين طريقة أخرى هو أنه كتخلي هاد الأتسيت كيما هو، طريقة أخرى هي خدامة مزيان، كتخلي كيما هو في 5 دولار وكتجي وكدير له دوبليكيت، كدير له هكا دوبليكيت كيب سيم كومباين هو نيت، دير دوبليكيت مثلا دير شي حاجة باش تقرا هنا مثلا، ندير مثلا 20 دولار مثلا، وكتجي وكتعطيه هنا 20 دولار. كيولي عندك هذا فيه 5 دولار ممكن ترجع لك هاد الموديفي 5 دولار، غير بتسمية باش تقل، لأنه نفس الأنتيرس مستهدفة هنا وهنا. هادي عملية سكايلينغ، ولا دير لو دوبليكيت تخلي نفس البادجيت مثلا، ولكن المهم من الأحسن دير دوبليكيت وزيد في البادجيت،
ما تقدر تدي 50، تقدر تدي 30، دير دوبليكيت و 20 دولار. هنا ما جابت والو، خليها هكا. لا غدا شتيها جابت، عاوتاني كتحاول تلعب تاني مع الجوج نفس الطريقة. ممكن مثلا هادي، شفتي هادي ملي زدتي، مثلا لا زدتي تاتي 10 وجابت، ممكن تاني لغدا تاني تجيب تاتي 15، من بعد غدا تاتي 20، 25، وانت غادي مثلا توصل تاتي 35، ما تبقاش تجيب رجعها 30، خليها في 30، 30 كانت تجيب خليها في 30، بقا تجيب تجيب تجيب. وهي غدا المهم، هادي غدا هما جوج طرق ديال السكاينين لي ممكن تبدا بيهم. ومن بعد ديك الساعة ارى ما تبدا تيستي هكا، تيستي هكا، تيستي هكا، تيستي هكا. وقضية أخرى اللي هي الدراري اللي شتهم كيتقاتلوا عليها، وأنا اللي ما نعرف دابا راه جاية في عامين وأنا خدام، ما عمرني كنتقاتلش معاها والحمد لله خدام بخير. كيجي تيقول لي الكوست أخويا ديال الكليكة غالي، ولا الريتش كيتقام عليا ب10 دولار، ولا ما نعرف شنو. أندروميدا أوبس فين مشيت، تيقول لك انا سيدي الريتش غالي، شي حاجه هكا، شي حاجه هكا، شي حاجه هكا. عندو غير ميتين بسيط. مثلا عندنا هنا، عندنا كومبين مثلا، ناخدو هادي ديرو مثلا فيها غير جوج كليكات، جوج لينك كليكس مثلا. هاد الثانية انا جامي مش تبان، هاد التحتانية مثلا جابتنا كومبين مثلا، جابتنا غير جوج ديال الكليكات، وسبندينا 3.59، يعني جوج الكليكات يعني تقريبا هنا مثلا نقولو 4 دولار سبندينا فيها جوج لينك كليكس. ياك غادي تشوف هو 4 دولار تسبندات يلا عندو جوج لينك كليكس، يعني جوج اللي كليكا، وتقولي الكليكة بجوج دولار وبزاف. هو ما شافش بلي راه جابلو جوج ديال المبيعات، ودوك جوج المبيعات كل وحدة تقامت عليه غير بجوج دولار، وجايبالو مثلا 73.80 دولار، يعني 40 دولار الواحد. خويا قد تفكر غير في الكونفيرشن، نسى عليك الريتش بشحال الثمن ديالو، نسى عليك الكليكه ديال اللينك شحال الثمن ديالها، ولا اي حاجه اخرى شحال الثمن ديالها. غتبقى حاجه واحده هو هذا الكوست بير بيرتشيز. كل بيرتشيز بشحال تقامت عليك، كتقول مثلا انت برودكت كتبيعو ب50 دولار مثلا ولا 20 دولار، كتقول مثلا كتحيد الثمن، ومثلا يكون ديك 10 دولار كتبقى لك 10 دولار بثمنه مع الفيز مثلا، نقول الثمن ديالو مع الفيز مع كل شيء ب10 دولار، كتبقى لي خصها تبقى لي 10 دولار. 10 دولار نحيد منها لي فخي ديال الاعلانات، هما هادو الكوست بير بيرتشيز. انا نقول مثلا كتبقى لي 10 دولار، مثلا دابا اللي تقامت عليا المبيعة ب3 دولار، يعني بقات لي 7 ديالي بخير، يعني ما خصهاش تفوت توصل غير 10، يعني الا ولات المبيعة كتقام عليا ب10 وانا باقا لي غير 10 من اللي حيدت الفيز ديال الترانساكشن ولا حيدت الثمن البروداكت، بقات لي غير 10. الا وصلت ليا الكوست بير بيرتشيس 10، ما بقيت رابح والو، واخا تكون لك كليكة تساوي 10 دولار، 5 دولار، الا كانت كليكة واحدة ب5 دولار وجايبة ليا مبيعة وتقامت عليا ب5 دولار ديك المبيعة، يعني اللي كليكة دخل دير ارتو كارت ودخل شام باقا لي 5 دولار ديالي نيت بروفيت. يعني نسى عليك، هو كيجي كتلقى الاد كيدير 24 ساعة كيقتلو، تيقول لك تقول له ما قتلت، تقول لك اخويا راه مع البدية السي تي ار طالع ولا ما نعرف شنو، وريتش مع البدية حسبوا لي، تقول له خليها، تقول لك واخا نخليك تضرب 48 ساعة كتلقاه مازال غالي شوية. راه اخويا ما كديرش الفيرال هنا، ما كديرش كتصيفطش الادسنس، ملي كدير الفيرال ديك الساعة خصك تقاتل، ما كتخلي تهبط الكليكة تهبط لها ثمنها تحاول تقاها. اما دابا انت عارف كتخرج فلوس كتدخل فلوس، كتشوف التوتال اللي خرجتي، التوتال اللي دخلتي ناقص التوتال اللي خرجتي، كتشوف شحال بقى لك النيت بروفيت. ديك الساعة بانت لك شي اد سيت ما كتخلي لك التريال، ولا كتعطيك لك شي نيجاتيف بسببها، ما هي جايبة لك الصرف. وانت غادي تقتل على قبل لان كليكه فيها غاليه ولا المهم. قلت انا عييت، ما عرفتش الفيديو كيفاش طلع صراحه، تديروا التقييم ديالو لتحت، ونتمنى تكون وصلت الميساج، وصلت ليدي. ما كانش عليا نديرو صراحه في هذا الوقت، لان انا عيان.